مساكم شباب وصبايا، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم عندنا موضوع شوي مهم، مش كتير مهم، شوي يعني بفيدكم. هو موضوع انه شو المشاكل ما تعملها، او شو القصص اللي ممكن تتجي انت تعملها هي اساسا غلط. فاليوم حقلكم هالخطوات، بس هن كتير مهمين بالتاتو، بتمنى انكم تعملوها وتستفيدوا منها، لانه هيدا شيء كتير مهم بالتاتو. سمعتك هي اهم شيء بين اي شيء بخصه بالتاتو، هو سمعتك هي اهم شيء رقم واحد. وبعتذر اني عم اتاخر عليكم بالفيديوهات، بس في ظروف، وان شاء الله مثل ما وعدتكم حيصير ينزل، مش يوميا، لانه حتكون صراحه صعب علي شوي ان انزل يوميا صور تاتو، يوميا اشتغلها، فحتكون علي صعب شوي. حنقول يمكن اعملها بالجمعه 3 مرات ان صور تاتويات. والناس اللي عم تقلي انه في تاتويات اوقات عم تعملهم ما عم تصورهم، مش كل الناس بتتقبل اني صور التاتو. مثل ما قلت لكم بالتاتو في كتير برايفسي، بالتاتو في كتير مثل قوانين لازم تتبعها مع الزبون، تسأل زبونك. في ناس حتى كمان في ناس ما بيقبلوا تتصور الصورة تبعيتهم تاتو، الصورة عادية يعني اذا بدك تنزلها على الفيسبوك او الانستغرام، في ناس ما بتقبل هالشي. فكرمال هيك مش الكل بيتقبل انه تتصور التاتو تبعيته. بلش باي شيء حيطلع الانستغرام اكونت تبعي هون، اللي بحب يتابعني على الانستغرام اهلا وسهلا فيه، بحط عليه ستورياتي ويومياتي وكل شيء بخصه بالتاتو بتلاقوه على الانستغرام، واهلا وسهلا فيكم. ويلا خلونا نبلش. اوكي، نحن هلا بزمن الناس والعالم تمشي اكثر شيء على المظاهر، او ما بيلحقوا الا المظاهر، وفي عندك ناس ما بتلحق الا الغالي. يعني في ناس اذا بتسترخص، اذا بتلاقي مثلا هيدي رخيصه ما بتروح بتساويها. فكرمال هيك هدول الخطوات دائما بدها تكون موجوده بحياتك، هي المنظر وهي الاسعار. هو مش هيدا موضوعنا الاكيد يعني اللي بدي احكي فيه انا، بس هدول ضمن هيدا الموضوع، هو المنظر وهو الاسعار. انا مثلا لما بدك تيجي تفوت لعندي على المحل هتلاقي اني انت حبر في منا 4-5 ألوان، نفس هي ذاتها 4-5، او هتلاقي مثلا 20 مكنة تاتو. طب ما هدول شو بدي فيهم انا كلهم لحالي بالمحل؟ لا، انا هيك بحطهم منظر. هلا انا اكيد مش منظر اني لهم استعمال، بس انا بحطهم كرمال عبي محلي. وانا بالنسبة الي محلي هو لازم يكون المنظر، المنظر المهم هو اول شيء بالنسبه لي بالتاتو كله. طيب الخطوه الاولى كرمال يمشي حالك بالتاتو، انا بنصحك نصيحه انه ما تستشير حدا بالتاتو، ما تستشير حدا. هلا مش عم اقول هيك كرمال ما حدا يجي يسالني شيء، لا بالعكس، انا كتير بنبسط لما حدا يجي يسالني. مزبوط اوقات بتاخر عليكم، بس يعني مش دائما التليفون بايدي. انا اذا نزلت ستوري على الانستغرام خلص بنزلها وبسكر التليفون، فمش دايما التليفون بايدي، بس بالاخر برد على الكل، بس اوقات بتاخر. ما تستشير حدا بالتاتو، يعني صاحبك او حيلا تاتو ارتست انت بتعرفه، او حيلا واحد يشتغل بالتاتو انت بتعرفه، ما تستشيره. هيدا انا دايما حكي فيها قبل بمره، الاسباب هي انه بحال اسمك وصل، وان شاء الله بيوصل، وصرت معروف بالتاتو كتير منيح، حيصير يهبتك. وهي هيدا ابشع شيء عند حيلا حدا، مش شرط تاتو ارتست، حيلا حدا ابشع شيء حدا يهبتك، يعني طريقة انه انا عملتك وانا سويتك وانا 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 وانا. انا ما حدا بيقدر يحكي هالكلمة علي، لانه ما حدا علمني التاتو. فكرمال هيك استشيروني، انا ما رح هدكن ابدا بحياتي. فكرمال هيك ما تستشير اي حدا بالتاتو، ما تسأل اي حدا. مين ما سألك كيف تعلمت التاتو؟ تعلمته لحالي. الا تعلمته لحالي، وفعلا انت بتكون تعلمته لحالك، انت بنات حالك، انت انا اللي عم بعمله ما ماسكك من ايدك وعم بعلمك كيف يشتغل بالمكنة، لا انت اللي عم تعلم حالك بحالك. يعني انا ممكن عم بعطيكم تبسات او عم بعطيكم قصص هيك تمشوا فيها،
بطريقة التاتو بدايتكم ها هي، بس انتو اللي عم تمرنوا حالكم وانتو اللي عم تقووا حالكم. بنصحك لا تفوت معهد لانه حيسرقوا منك مصاري، ولا تتعلم عند حدا، ولا تخلي حدا يعلمك. ما تخلي ابدا حدا يعلمك التاتو، تعلمها انت لحالك. نصيحة مني الك. اوكي، الشغلة التانية هي بالتاتو مثل ما اتفقنا، مظهر محلك، مظهر صالونك، نظافة محلك. هلا انا ممكن تيجي تفوت لعندي على المحل تلاقي مثلا اوضة منا زيادة مثل اوضة، لا انا عندي اوضة التاتو بتجي يعني خلص هيدي الاوضة لازم تكون عم تلمع لمع، ولازم يكون كل شيء توب يعني، هيدا اهم شيء عندي. شيلنا من النظافة، ما عم بحكي انا عن النظافة، عم بحكي على مظهر المحل. يعني لما حدا زبون يفوت لعندك على المحل اول كلمة هي يقولها هو واو، اول كلمة يقولها هي واو. بس يشوف زبونك المحل فخم يعني ومتعوب عليه، هون بقى زبونك حيرتاح. طيب في زبونات، الشغلة التالتة هي في زبونات اذا بتقلن السعر مثلا، نقول مثلا تاتو سعره مثلا $50، سوري مثلا تقول لهم تاتو سعره $100 وتقول لهم تاتو حقه $50، هون حيستغربوا حيقولوا هذا ليش تبن سعره $50، هذا حبره مش اصلي، هذا حبره ما منيح، هذا ما بيعرف يشتغل، هذا مبتدئ، هذا 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 هذا. وهيك الزبون بفكر. انا عم بعطيكم الزبون كيف بفكر. ف اعطي سعر معقول واعطي سعر مقبول، وهون بقى بتريح زبونك انت. بصير زبونك مرتاح. هلا عم نحكي اكيد عم نحكي زبون جديد لعندك، مش عم بحكي زبون مثلا انت شغل له قبل مره او زبون هيدا. لا خد سعرك المزبوط، سعر التاتو اللي بدك اياها انت، وبسعر مزبوط وسعر مقبول، وتعبك وشغلك وبضاعتك وحق هدول القصص. بس ثالثة، الرتوش ما بينعمل ببلاش. بس في ناس بتاخد فكرة الرتوش انه ببلاش، لا الرتوش ما انه ببلاش. الرتوش لما يكون مشكلتك المشكلة من زبونك، حقك تاخد حق الرتوش. بس لما تكون المشكلة مني او منك، او انت عامل له مشكلة بالتاتو، هون بقى ما فيك بقى تاخد، ما تاخد حق الرتوش. فكرمال هيك ما حدا ياخد فكرة الرتوش ان الرتوش هو ببلاش لا انت عم ترجع تعيد على التاتو. عم برجع انا عيد التاتو من اول وجديد. اذا شفت زبونك حاك التاتو لا بدك تاخد منه، لانه هيدا حقك، هيدا تعبك، فلازم تاخد حقك بالتاتو كرمال تعطي حقه للزبون، ولازم تعطي حق الزبون كرمال يعطيك حقك. اوكي، جينا هلأ على شغلة في أكتر أغلبية التاتو أرتست بيعملوها، وهي شغلة كتير غلط. مثلا إذا سألوا حدا قديش بتكلف التاتو، بروح التاتو أرتست نقول الجديد المبتدئ بيقول له مثلا $100 أو $200 أو $500. طب ما شو هي التاتو؟ ما خلص قال لك قديش بتكلف التاتو، ما فيك تكبل له سعر، ما فيك تكبل له رقم، لا. أو ما فيك تكتب مثلا ابتداء الوشوم من هالسعر لهالسعر، يعني من نقول $10 للـ$200، ما فيك تكتب هالقد. اعتبر واحد بيجي يساوي ايده كلها بتعمل له اياها $100، ما هيدا كلمتك، ما فيك تغير بكلامك. انا مثلا بحط مثلا هاف اي 4 بيبر تاتو، نص ورقه اي 4، يعني هالقد، يعني هالقد ابتداء من $40 للـ$100 او للـ$150، هي هالقد خلص. انا حاطط الحجم هالقد، شو ما كان الديزاين شو ما كان، هو حاطط بين $40 للـ$150 بس. او مثلا الكوتس تاتو او الاسامي او الاحرف بين $20 للـ50-$60. كون انا هدول دايما بعملهم انا هيك. فكرمال هيك انا بشوف كتير تاتو ارتست بصوروا مثلا، بنزلوا صور تاتويات بحطوا السعر فوق $40-$50، هيدي التاتو مثلا $40، او هيدي التاتو $50، او هيدي التاتو $10. اول شيء ما تدخل $10 بحياتك بالتاتو، ما في شيء اسمه $10 ابدا. بس لما يجي حدا بيقول لك بدي تاتو $10 اللي ما بشتغل انا، يعني بحكيكم اياها بصراحه، بدكم تنجحوا بالتاتو ولا ما بدكم تنجحوا. اللي بده ينجح بالتاتو ما في دخل هيك قصص يعني الواحد اذا بدك تقول له بتكلف $10 حيطلع هيك شو $10،
كيف بدك تعمل لي تاتو ب 10 دولار؟ انا كيف بدي امن جسمي لتاتو ارتست بده يعمل لي تاتو ب 10 دولار؟ ما في منها الحكي. اوكي انا اذا واحد بده يجي لعندي بده يعمل حرف واحد حرف وهو هالقد باخذ منه 20 دولار، اللي هو على اللبناني يعني 30,000. هلا هي اكثر من 30,000 صارت على اللبناني بهالازمه. هالقد باخذ منه حقها 20 دولار. ليش باخذ 20 دولار؟ طب ما هي دويره صغيره هالقد، حرف صغير لنقول او او ار او اس او شو ما كان هالقد. طب ليش بدي اخذ منه 20 دولار؟ انه ليش غاليه يعني. اما اذا بده يجي يكتب اسم هالقد، نقول مثلا على اصبعه اسم كامل، حياخذ منه يمكن 20 دولار او 30 دولار. طب ليش الحرف الواحد ب 20 دولار والاسم كله مثلا ب 30 دولار؟ حقول له انا ما في مثلا ضيع وقتي او افتح اغراض او افتح او اشتغل. مزبوط هي الابره حقها يمكن حقها دولار، اوكي مزبوط هي الابره حقها دولار وما حقها شيء، وبتحط نقطه حبر وما بتتكلف عن الموضوع ولا شيء، بس انا عندي وقت، انا عندي يعني بدي ضيع نقول نص ساعه من وقتي، بدي احط اغراض، بدي ازبط طاولتي، بدي احط حبره، بدي احط افتح ابره، وبدي اقعد اشتغل لك، وبدي اقعد يعني احكي انا وياك، هذا كله عم بضيع من وقتي. فانا باخذ حق 20 دولار حق التاتو وخلصت. اقل من هيك مستحيل اني اسويها، وحتى انا عم بحكيهم هدول انه انا مستحيل اني اسويها، عم بقول لكم اياهم لكم انكم تعملون، فانا بنصحكم فيهم. الابتسامه والحكي الحلو والمعاملة المنيحة والضيافة الحلوة، هيدا اللي بربي لك زبون، مش بربي لك زبون إذا عملت له تاتو حلوة. زبون حتعمل له تاتو حلوة ويمكن ما يرجع بقى لعندك إذا شافك لئيم أو كتير قصص يعني وكتير قصص تفهم. فهمتوا علي؟ بس إذا زبونك شافك معاملتك حلوة، عم تهتم فيه لزبونك، قعده بطريقة مرتاح، مأمن له كل شي حده، قهوته ضيفته شربته، يعني قعدته معزز مكرم، هون الزبون بيرجع لعندك هو مبسوط. نحن بالتاتو ارتست ما منربي زباين، منربي رفقة، منربي أصحاب. مزبوط ما حلو الصحبة بالشغل، بس كل شيء لحال، يعني الشغل لحال والصحبة لحال. بس انت بالتاتو ارتست بتربي صحبة، يعني انا الزبون بيجي لعندي تاني مرة بيجي لعندي ببوسه بسلم عليه اشتقت لك حبيبي شو اخبار. فهمتوا كيف؟ فانت عم تربي صحبة ما عم تربي زبون. فالمعاملة الحلوة هي اهم شيء بهيدا الشغل، بشغلة التاتو. تقعد تلأمن على الزبون ولا تقعد مثلا تحكيه بطريقة ما حلوة او يحكيك وما ترد عليه او تشوف حالك عليه وهالامور كلها، هدول تاتو ارتست كتير يعني شاطرين فيهم. خلي حبك للزبون كرمال زبونك يحبك ويرجع لعندك مرة تانية. نحنا بهمنا زبون يرجع مرة تانية، ما بهمنا زبوننا يجي مرة واحدة لعنا ويرجع يروح عند تاتو ارتست تاني. هيدا هو اهم شيء، ربي صحبة بينك وبين الزبون كرمال تكسبه. انا عندي زباين اذا بينعرض عليهم يروحوا يساووا تاتو برا ببلاش ما بيروحوا بيعملوا، لانه في صار تقريبا معز بيني وبينهم. يعني اذا بروح بينعرض عليهم انه يعملوا له تاتو ببلاش برا على حي الله حدا تاني ما بيروحوا بيساووا، وانا اكيد من هالشيء. واخر شيء، هو في كتير قصص بس اختصرهم عليكم لانه طولنا عليكم بالفيديو. واخر شيء هو بضاعتك اللي دائما بحكي فيها، بضاعتك لازم تكون ليكو. حكينا انه البضاعة ما لازم انه فيك تشتغل ببضاعة مش اصلية، بس نحكي لنجي على المزبوط هيدا الشي غلط. اوكي تفوت مكنة مش اصلية ما بقسر. هلأ انا بالمحل عندي شي 8-9 مكنات صينيات والباقي وفي اصلي، يعني اللي بشتغل فيهم اصلي والباقي صيني مثلكم حاططهم. انا هيك عندي بالمحل بس، وعندي حبر صيني وعندي حبر اصلي، كله هيدا بحطه بالمحل. بس الأصل أهم شيء يكون أسود، تجيب ألوان صيني ما بنصح فيها، بس إنه أوكي يعني ما حيأثر بحياتك وما حيأثر بشغلك.
بس هي اهم شي بضاعتك لازم تكون اصلية كرمال تعطي شي حلو على الشغل، فهمتوا كيف؟ كرمال الشغل اللي عم تشتغله على جسم العالم يعطيك شغل حلو، يعطيك افادة حلوة، يعطيك لبعدين انه الزبون لاقى التاتو بعدها مثل ما هي لونها كتير حلو. هذا الشي كتير منيح، فهمتوا علي كيف؟ اوكي حبايب قلبي، ولهون بنكون وصلنا، ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه. اللي عنده اسئله على اي شيء يسالنا بالتعليقات، وبشوفكم ان شاء الله بكره في فيديو جديد، ويلا باي باي.